ولا مرحبا بالمشاهدين اللي كيتبعوا حمو مولشيوات. اليوم غادي نعمروا الطيحان، غادي نوريكم لا روسيت كيفاش كنديروا، كيفاش كنحلوا، كيفاش كنعمروا. بقاو معنا ما تمشوش بعيد. ولا المشاهدين الكرام، كتعرفوا هذا الثلج كيطيح مع هذا لاغوسيت اللي بغينا نعدلو اليوم، وكتعرفوا حمو مولشيوات خصو يبين لكم كل شيء. لانيش اليوم 8 في سيدنا رمضان، شوف سبحان الله العظيم الثلوجات راها كتنزال، شوف سبحان الله العظيم الشتا راها كتنزل. انا الصباح انا الدنيا كامله. الله يرحم عليك الوالدي، الله ينورك. كاينه عندك الحق، شفتها، الله يحفظك. الله يرحم عليك الوالدين، شكرا. ولا المشاهدين الكرام، الثلج راها قدام كتنزل، شوف سبحان الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. ربي سبحانه وتعالى كل شيء قريب عنده، ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك. الناس فرحانه لانيش والله. شوف سبحان الله العظيم، الخيرات الله راه كتاح، وكتعرف حمو مولشيوات بغينا نشاركوا معكم هذه خيرات الله. شوف 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 شو ما شاء الله، الثلوجات راها كتنزل، سبحان الله العلي العظيم، اللهم بارك، خيرات الله. فوالا، وبقاو معنا ما تمشيوش بعيد، احنا راجعين. ولا المشاهدين الكرام، هاد الطيحان اللي قلت لكم غادي نعمروه، ها هو طويل نورمالمون، حيت منين جا طويل يمكن غادي نقسمو على جوج، الأحسن غادي نقسمو على جوج باش ميجيش عامر بزاف. وغادي نوري لكم كيفاش التعميرة ديالو، وكيفاش من الأول للآخر، كيفاش غادي نفتحوه، وكيفاش غادي نعمروه، بقاو معايا. ولا المشاهدين الكرام، حنايا غادي نبداو دابا نقطعو الطيحان ديالنا، نجدو الطيحان كنسرحوه هكا، نقسموه هنا على جوج، كنشدو هكا الموس ديالنا، ديروها ساهل باش تعمروه. يعني حنا غادي نعمروه اليوم بالماكينة بلا ماشين، يعني غادي يجيكم ساهل في التعمير إن شاء الله يا ربي. ها اللول تحل ساهل، كتعاود الآخر عاوتاني من هنايا الطيحان. فوالا ها هي، دابا نطقو نحيدو لهاد شويه هاد الشحيمه اللي زايده باش ما تجيناش لا كريس فيها. فوالا، ودابا غادي نعمرو، غادي نوري لكم التعميره كيفاش داير. فوالا فوالا المشاهدين الكرام، دابا الطيحان ديالنا غادي نعمروهم باش تعرفوا الطريقه كيفاش كتعمر. بسم الله على بركة الله. فوالا الطيحان ديالنا تعمر، هانتو شوف كيفاش كيجي. فوالا ها التاني، وحنا نستمرو العمل ديالنا على الطياحن ديالنا اللي قسمنا على جوج. والطريقه الا عرفتوا ما عقلتوش كيفاش ديال الطياب، دخلوا لاشين غادي تلقاو كيفاش كنديروهم كيطيبوا. فوالا، نتمنى الفكره ديال الطياحن تكون عجبتكم. ها نتوما كيفاش كتلاحظوا الطياحن كان كبير، قسمناه على جوج، التعميره ديالو تعمر بالكفته والكبده والرز، وبالصحه والراحه، الشهيه الطيبه. وهذا البودان، بودان وجدي كيفاش كتشوفوا. فوالا المشاهدين الكرام، اخويا قبل كنتشمش هذا البودان ديال السيرات، ها هي السيرات. ولا المشاهدين الكرام، هنا غادي ينتهي الفيديو ديالنا مع هاد لاغوسيت ديال البودان وديال الطيحان. راقبوني فيديو اخر، والسلام عليكم، الى اللقاء.